بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. صرح رئيس الوزراء عمران خان أنه يعمل على تحسين الأوضاع عن طريق صرف أموال الشعب على الشعب، وفي كلمة ألقاها في حفل أقيم في مدينة بيشاور بمناسبة مرور يوم على تسليم الحكومة الإقليمية في إقليم خيبر بختونخوا لمقاليد السلطة، قال أنه سيزيد التسهيلات لاستجذاب الاستثمار، وأضاف أن الحكومات السابقة نحبت أموال الدولة بلا رحمة. أما الآن فقد بدأت الولايات المتحدة تطلب المساعدة في تحقيق التفاهم في أفغانستان بعد أن كانت تفر على بذل المزيد من الجهود. قال رئيس الوزراء عمران خان أن الحكومات السابقة لأبد أن شهدت الناس يعيشون على الإرصفة وفي الساحات المكشوفة، ولكن حكومة حركة الإنصاف سبقت في توفير الملاجئ اللي يعيش البوسع حياة كريمة ومريحة في إقليم خيبر بختونخوا بعد إقليم البنجاب. أعلن بنك الدولة الباكستاني أن السعودية قد حولت إليه مبلغ مليار دولار من المبالغ التي أعلن رئيس الوزراء عمران خان عن تقديمها لباكستان أثناء زيارته للسعودية. قام الرئيس عارف علوي بزيارة المقتلب التاريخي لصناعة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وشارك من الجناع الغلاف كما قام بزيارة المتحف التاريخي مكة المكرمة ووافق على القادة لأفريقا موا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.